السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا التعليمية قناة داود تي في أوفيسيال. اليوم إن شاء الله حبيت يعني نحط لكم درس ديال جلابة مخزنية، وخا يعني تعطلت في هذا الفيديو بزاف، ولكن ما ساعدتنيش الظروف باش نحط لكم هذا الفيديو من قبل. اليوم ان شاء الله كنتمنى توفق في هذا الشرح. هذا جلابة مخزنية، هو هذا القياس ديالها كيف كتشوفوا. عندنا الكتاف 32، المادة 80. المادة راه كيف شرحت لكم قبل، هي نصف الكتف زائد طول الكمام. ويعني هاد الفصالة مخزنية، يعني هاد الفصالة جبلية او الفصالة مخزنية او الفصالة بالكتاف طايحين، من الاحسن يعني تاخذوا ليها القياس ديال المادة، ما تاخذوش الكتف والكم، ما تاخذوش يعني القياس ديال الكتاف والكمام طول الكم يعني بوحدو. من الاحسن تاخذوا القياس ديال المادة. المادة هو كيف شرحت لكم في القناة شحال من مرة، وكنت كنخدم بها يعني انا بزاف هاد الطريقة ديال المادة، بالاخص للمبتدئات. الى خدات الكتاف بحدهم وخدات الطول الكم بحدو وطيحت الكتاف، يعني يقدر يوقع لها شي ديكالاج في القياس، ولا يجي الكمام ناقصين، ولا تنسى ما تخليش يعني حق الخياطة. من الاحسن تاخذ المادة وغادي نشرح لكم كيفاش تاخذوها وكيفاش يعني كتخدموا بها بكل اريحيه، ما كيكونش ما كتخلقش لكم مشاكل. ماشي بحال الا عبرتي الكتاف بوحدهم وطولكم بوحده. هنا عدها 27 في الصدر، 27 كنزيدوا 3 سنتيم ديال العرض. الا بغينا تجي جلابه يعني مخزنيه كنزيدوها 3 سنتيم ديال العرض، على حساب. ما غاديش نقول لكم يعني هذه قاعده، ولكن كنبداو ب 3 سنتيم، ممكن تخلي 4 سنتيم، تخلي داكشي اللي بغيتي انت، العرض اللي بغيتي، على حساب الكليانه وشنو بغات. احنا كناخذ يعني 27 كنزيدوها 3 سنتيم هي 30، وكنخلي جوج سنتيم ديال الخياطه، جوج سنتيم ديال الخياطه. هنا هذا القياس ديال الصدر، هنا 31 يعني الدخله ديال الحزام، ما دخلتش ليها بزاف، ماشي بحال كما جلالب العاديين، جلابه ايفازي يعني كندخلوا ليها بجوج سنتيم 3 سنتيم على حساب الايفازي اللي بغات السيده، ولكن هنا دخلت غير بسنتيم باش ما تجيش يعني ما تجيش ايفازي. هي خاصها تجي جبليه، يعني في صاله جبليه خاصها تبقى جبليه، يعني في صاله ادروات، يعني هابطه تقريبا ادروات، ما تكونش يعني داخله من جهه الباسه. وهنا 33 في الدوره ديال الحوض، العرض لتحت كنخلو 37 حتى 40. الطول ديالها متر و34، عندها فتحات في الجناب. الدوره ديال الكم كيكون الكم ديالها عريض، ماشي بحال جلابه ايفازي عاديه، كنخلو 16 سنتيم، 17، 18، حتى 20 وما فوق. المهم يعني هنا الدورة ديال التركيز، الدورة تاع التركيز كنهبطو ب 27، 28، من 26 حتى 28. والطريقة ديال الفصالة ديالها غادي نوريكم، الطريقة ديال الفصالة ديالها هي كتكون كتغير ماشي بزاف على فصالة ديال الجلابة عادية ايفاز، تكون زايده في العرض كيكون الكتاف طايحين، والكتاف ديال الامام تيكونوا كنقصوهم واحد السنتيم. المهم غتشوفوا كل شيء في الفيديو. بالنسبه لفتحات في الجناب، فتحات في الجناب كنخلو 26 سنتيم، 25 سنتيم، 24 سنتيم، على حساب الفتحات اللي بغيتي. بالنسبه للتقويره ديال الكول، التقويره ديال الكول كتكون فيها 10 سنتيم، 9 سنتيم، 10 سنتيم، من 8 حتى 10 سنتيم. خليكم مع الفيديو، ما تمشيش بعيد، وما تنساوش قبل ما تبداو في الفيديو، قبل ما تشاهدوا الفيديو، تابوناو معنا بالقناه وتفعلوا زر الجرس
وتبارطاجوا الفيديو على أوسع نطاق باش تعمل فائدة ويستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. دابا غادي نطلقوا الشرح ديالنا ديال جلابة مخزانية بالكتاف طايحين او جلابة جبلية. حتى هاد الفصالة راه فيها طرق بزاف، كاين فصالة مخزانية يعني جلابة مخزانية، غادي نوريكم الطريقة ديالها كيفاش كتكون، يعني ماشي بحال هاد الشكل اللي كيتخدم دابا. التوب هو هذا، يعني التوب كنطوه على جوج، التوب هو هذا على جوج، كنسرحو بحال هكا. وكنعاودو نطوه بحال هاد الشكل هذا، لان الفصاله مخزانيه ما كنديروش ليها الطريقه ديال الفصاله ايفازي عاديه، يعني داخل خارج، هذه كنقوى غير على اربعه باش كتجي اضروات بحال الفوق بحال التحت، يكون غير شي اختلاف بسيط. كنخلو سنتيم ديال الحاشيه، سنتيم تاع الحاشيه كنخلوه هو هذا باش ما تجيناش يعني الخدمه مكلمشه. دائما كنحيدو الحاشية. كنخلو 7 سنتيم ديال الجلال، 7 سنتيم ولا 8 سنتيم ولا 9 سنتيم ولا 5 سنتيم على حساب التوب اللي عندك، يعني ما تخليش بزاف، كتشوف على حساب القياس وعلى حساب التوب اللي عندك، لان الا تخصك غير جوج سنتيم في الكم ولا في القب ما غاديش يخرج لك هو هذاك. من الاحسن كتشوف يعني القياس اللي عندك، الا كان توب وافي تتخلي 9 سنتيم، الا كان توب ما بين وبين كتخلي بعض المره غير 4 سنتيم ولا 5 سنتيم على حساب التوب اللي عندك. يعني هنا غادي نخلي انا 9 سنتيم، الطول اللي عندي هو 1.34 متر، كنخلي 9 سنتيم، وكنحط الطول اللي عندي 1.34 متر، هي 1.34 متر جاتني هنا، يعني غادي نجرب الطول شويه اللور على حساب الطابله عندي شويه ناقصه، 1.34 متر هو هذا. متر و 34 هي هادي، كنخلي انا واحد 3 سنتيم زايده على الطول، ممكن سطر هاد السطر ديال الكتاف، السطر ديال الكتاف، عندنا هنا كنخلي 9 سنتيم، 8 سنتيم على حساب، ندور التقويرة ديالي هكا، كنعبر الكتاف اللي عندي، الكتاف اللي هما العاديين عندي 42، نخلي 22، كنزيد عليها 20، كنزيد عليها 11 سنتيم على حساب. انا عندي هنايا عندي في الصدر، عندها عندي في الصدر 32، 32 اللي كنخلي في الصدر هي كنخلي في الكتاف. كنهبط هنا 3 سنتيم، كنهبط 3 سنتيم، وكنسطر سطر مستقيم. كله شنو تيدير، كاين اللي تيقول لك تنخلي 5 سنتيم كنهبط ب5 سنتيم في الكتاف، اللي كيقول لك كنهبط ب6 سنتيم، كاين اللي يقول لك نهبط ب7 سنتيم، كاين اللي يهبط ب4 سنتيم، ولكن هاد القاعدة باش كنخرجوها، هاد الهبطة اللي تنهبطو هنا في الكتاف
باش تنخرجوها يعني كنعبروا غير الكتاف ديالنا العادي، الكتاف ديالنا العادي هو 21 وكنهبطوا ب 3 سنتيم. هاد 3 سنتيم هي اللي كنحطوا عليها المسطره وغادي تمشي، غتعطينا هنا غتعطينا هنا بشحال غنهبطوا. كل ما هبطنا بالكتف، كل ما كانوا الكتاف طايحين، كل ما كتزيد تهبط بهاد المسافه هذه او بهاد الخط هذا ديال الكتف. يعني ما غنحتاجوش حنا نقيسوا هنا 5 سنتيم ولا 4 سنتيم ولا 3 سنتيم، كنعبروا غير القياس ديال الكتاف ديالنا العاديين وكنخلوا ديك 3 سنتيم ديالنا العاديه وكنحطوا عليها المسطره، والمسطره هي كتخرج لينا فين شحال غادي نهبطوا. هاد المسافه اللي كنهبطوا بالكتاف طايحين المسطره هي كتحطها لينا، يعني معمر المسطره ما غتجي هكا ولا غتجي هكا، يعني المسطره غتمشي مقاده مع هاد القنت ديال التقويره ديال الظهر ومع هاد 3 سنتيم اللي كنهبطوا بالكتف. يعني كيف كتشوفوا هنا في الفيديو الا مشينا سطرنا بحال هكا، نشوفوا شحال عطاتنا هنا. يعني من 3 سنتيم ديال الكتف عادي هنا جاتنا 5 سنتيم، يعني هذه هي باش هبطنا 5 سنتيم. كنحطوا التركيز ديالنا، التركيز نخلو لها 27، ها هي 27. كنحطوا الصدر ديالنا، الصدر قلنا عندنا 32، يعني 32 راه فيها الخدمه، فيها 2 سنتيم ديال الخدمه وفيها 3 سنتيم ديال العرض، لان السيده كتلبس غير 27 في العرض، جلابه ايفازي عاديه كتلبس فيها 27. زدنا 3 سنتيم ديال العرض ديال التوسيعه هي 30، وزدنا 2 سنتيم ديال العرض ديال الخياطه هي 32. ها هي كنخلو 32 هنا، كنهبطو هنا ب 58 60 56 على حساب السيده، على حساب العبار اللي خدينا السيده من الكتف حتى الدوره ديال الحوض. وكنحطو القياس ديال الدوره ديال الحوض 33. هنا كيف كتشوفوا يعني القياس اللي حطيت في الورقه هو اللي حطيت هنا، علاش؟ لانني زايد يعني 2 سنتيم ديال الخياطه، ما غاديش نحط هنا 33 ونزيد 2 سنتيم 35. يعني 32 او 33 اللي قلت لكم راه فيها الخياطه وفيها العرض اللي زدنا. هنا الجلال راه كنخلو غير 37 لان اصلا الثوب كامل الى ضوبلتي على 4 هو فيه 1.50 متر، الا ضوبلتي على 4 راه كيعطيك غير 37. الا كان فيه الثوب 1.60 متر في العرض اللي كيعطيك المسافه شويه، كيعطيك هذيك 40 سنتيم، اما هنا غادي يعطينا غير 37 هي اللي غنحطو. ما كتجيش هي اصلا، ما كتجيش جلابه كلوش من التحت، كتجي عاديه. كنلاقوا هاد النقاط الحزام مع الحوض، وكنلاقوا النقطة ديال الحوض مع النقطة ديال الجلال. كنخلو هنا في الفتحة، الفتحة فوق من التكفيفة، يعني كنخلو التكفيفة وكنعبرو 26 25 24 حتى 27 على حساب الفتحات اللي بغينا. هنا كنلاقوا هاد النقطة ديال الكتاف مع النقطة ديال الصدر، كتشوفوا التراساج هو هذا. كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان، لأن الكاميرا بعيدة عليا شوية. القياس هو التراساج هو هذا. هنا تنرشمو هادو باش كنكرانو، الا بغينا نديرو لها الجيوب تنديرو لها الجيوب، ما بغيناش نديرو لها الجيوب تنديروها عاديه. يعني بالنسبه للفصاله المخزانيه راه كاين طرق بزاف، كاين بعض المرات يعني تنخلو كنخرجو بالكم بحال هكا، هاد المسافه اللي كنخرجو بها هنا تقريبا واحد 4 سنتيم، كنخلوها بحال هكا
وكندير واحد الدوره هنا. هذه بالنسبه لك يكونوا لها كتكون غير بالكتاف طايحين، ما كتكونش مخزانيه، كيكونوا غير الكتاف طايحين. كنديروا لها هاد الكم هكا باش كيجيو الكتاف طايحين بزاف. وكاين فصاله مخزانيه يعني عاوتاني ماشي بحال هذه اللي كيكون لها الكم مقاد، لان الاغلبيه اللي كنشوف انا كيديروا هاد الكم مقاد، كيكون غير الكم مقاد باش كيزي ساهل في الخدمه. اما اللي هي فصاله مخزانيه، عفوا كنعتذر على الضجيج، لان الفصاله المخزانيه كيف كنعرفوا حنا ماشي هي هذه اللي كيكون عندها الكم مقاد، وهذه اللي كيكون عندها الكم خارج بحال هكا، يعني كتاف طايحين كتكون هاد 4 سنتيم ولا 5 سنتيم خارجه هكا، هذه كتسمى يعني كتاف طايحين. ولكن الفصاله اللي هي مخزانيه كيف كنعرفوا حنا من قبل، فصاله مخزانيه كتكون كندخلوا هنا واحد 4 سنتيم، كنجيبوها هنا تاني 4 سنتيم، كيكون لكم بحال هكا، يعني كيكون لكم داخل. هادي اللي كنعرفو حنا فصاله مخزانيه، كتجي داخله بحال هكا، كيجي لكم الكم تيجي كارو، ما كيجيش لكم غادي عادي، غادي مستقيم، خط مستقيم، كيكون لكم في هاد الزاويه قائمه، يعني كيكون لكم كارو، كيتقطع لكم كارو. لكن هذه الاغلبيه ما كي كتصعب عليهم الخدمه ديالها، لان الخدمه ديال هاد الكم هذا باش تركبوه هنا كيكون صعيب شويه. هذا علاش كيديروا هما هاد الفصاله عاديه، كيديروا خط مستقيم كتجي كتركب الكم عادي، يعني ما كاينش فيه واحد الصعوبه. وكتكون يعني كاينه اللي كتكون لها غير هاد الضربه ديال الكم هنا مربعه، وكاين اللي كتكون يعني كتكون مقاده بحال هادي، يعني نفصلوها مقاده بحال هادي، ولكن بشرط تنزيدوها الخرطات هنا، يعني كيكونوا خرطات هنايا حتى لتحت. هاد الفصالة ان شاء الله غادي نطرقوا لها من بعد، يعني غنفصل لكم جلابة مخزانية بالكم يعني مخزاني مربع، وحتى بالخرطات ان شاء الله اليوم ان شاء الله، باش ما نكترش عليكم، يعني باش اليوم ان شاء الله غادي نكتفوا غير بهاد الفصالة ديال الكم عادي، كم يعني عادي، كم مستقيم. والمره الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم فصاله ديال جلابه مخزانيه اصيليه، ماشي هاد الجلابه المخزانيه اللي كنشوفو دابا، جلابه مخزانيه اصيليه بالكمام مربعين وبالخرطات. من بعد ان شاء الله غادي نشرح لكم الطريقه ديالها. دابا غادي نقطعوا هاد الثوب، بسم الله على بركه الله، قطعوا الثوب على 4، قبل ما تقطعوا نتوما انا راني متاكد من الثوب قبل، يعني واش قاد ولا ما قادش. قبل ما تقطعوا خاصكم تشوفوا هاد الثوب اللي بقى هنا، هاد الثوب اللي بقى هنا خاصكم تشوفوا واش غيخرج لكم الكمام ويخرج لكم القب. انا هنا راه عندي الثوب يعني كافي، كاين الكم وكاين القب، ولكن نتوما ضروري قبل ما تقطعوا خصكم تاكدوا من الثوب واش كافي ولا لا. انا راه كنفتحوا غير على جوج بحال هكا باش ما يضيعش لينا الثوب. دائما الثوب كيكون غليظ شويه تنعاونوا بايدينا، كنضغطوا على القسم الفوق هنا، غادي نكرانو الفتحه ونكرانو العطفه. هنا الا كان الثوب غليظ ممكن نقطعو غير بجوج بجوج بحال هكا، ما عندناش اشكال. عاد نقطعو الطرف الاخر، كرانو هاد سميتو هاد
الكم تركيز، هون كرانو تحت الجيب، هون كرانو الجيب. إلا كان لها الجيب راه كان كرانو الجيب، ما كانش بلا جيوب راه كان نكتافو غير بالفتحات في الجناب. نحيدو هاد الحاشية، الحاشية ديما كنحيدوها باش ما تتكمش لينا الخدمة. هنا كنكرانو هاد النص ديال التقويرة ديال الظهر، كنكرانوها غير باش في الخدمة ما كت يعني ما كتضيعش لينا الوقت، كيكون متراسي الوسط ديال القب باش كنحطوه مع هاد الوسط ديال النصف ديال التقويرة. هنا كنهبطو بتسعود سنتيم، عشرة سنتيم. دائما كنهبطو في جلابة عادية تمنية حتى تسعود سنتيم، هادي غنهبطو بعشرة سنتيم، لأن جلابة كتكون جبلية كيكون هذا القب كبير شوية، ولا كان القب كبير خاصة التقويرة تكون زايدة واحد شوية. يعني غادي نهبطو بعشرة سنتيم هكا، غادي نطراسوها بحال هكا عشرة سنتيم، غادي نطراسوها بفي، نقسمو هاد المسافة على جوج وغندخلو بسنتيم، ندخلو بسنتيم باش تجينا في بومبي، ما تبقاش في يعني عادية، تجي في بومبي شوية بحال كيما هكا. وهنا يعني في الأمام نطلب واحد السنتيم، فصلنا دابا الامام وفصلنا الظهر، بقاو لينا غير الكمام. كنجيبو هذاك التوب اللي شاط لينا، التوب ديال الكمام، التوب ديال الكمام والقب هو هذا. التوب ديال الكمام والقب هو هذا. هنا الدورة ديالكم عندنا 16، نخلص 17 حتى 18، هي كتبدا من 16 حتى 20 حتى 22، ما عندناش اشكال. هنا علاش قلت لكم يعني خاصكم ضروري كتعبروا المادة ديال المادة ديال السيدة. عندنا 82، عفوا عندنا 80 في المادة، كنحيدو منها 32، هي هادي كنخلو 32 على برا، هي 32 كنخلوها هنا على برا، وكنحطو 80 هي هادي. اللي بغي يخلي التكفيفة هنا راه تيخليها، إلا كانت مخدومة باليد أولا مخدومة بالطراس الرقاق راه كنخلو لها التكفيفة ضروري، لكن هنا عندنا حنا مخدومة هاد الجلابة غير بالسفيفة، ما غاديش نخلو ليها العطفة، ما غاديش نخلو لها التكفيفة أو العطفة أو لوغلي، ما غاديش نخلو ليها هنا، لأن التوب غليظ وعندها سفيفة، وإلا درنا حنا إلا خلينا لها التكفيفة غادي يجي لكم غليظ شوية، من الأحسن تنخلو غير سنتيم هنا. علاش قلت لكم يعني خصكم ديما تعبروا الماده كتجيكم سهله، يعني كتحيدوا 32 ديال الكتاف وكتحطوا الماده ديالكم 80 هي هذه، وكنزيدوا جوج سنتيم ديال الخياطه، يعني سنتيم غيمشي في هذه الجهه وسنتيم غيمشي في هذه الجهه، هي 82، ها هي 82 هي هذه. كون كنا عبرنا يعني مثلا الكم 60 غادي نبقاو نقلبوا غنشوفوا 60 فين كاينه، وغنحيدوا منها 11 سنتيم اللي زدنا في الكتاف، وغتبقى تزيد وتنقص، يعني كتجيك شويه، ومن الاحسن
بالنسبه للناس اللي محترفين عندهم هذا الشيء عادي يعني ما غاديش يوحلوا فيه ما غاديش يلقاو شي مشكل. ولكن بالنسبه حنا كنحطوا هذه الفيديوهات الاخوات اللي مبتدئات من الاحسن يعني غادي نعطوهم واحد الطريقه اللي هي سهله عليهم سهله باش غادي يحطوا بها القياس وباش غادي يفصلوا بها ما غاديش تكون فيها شي تعقيدات. لا عبرنا لكم بوحدو الكتاب بوحدهم غيكون شويه تعقيدات واحد شويه يقدر يجيهم شويه ديكالاج في القياس تقدر تغلط تزيد ولا تنقص. اللهم من الاحسن تعبر الماده هذا الفيديو يعني غادي نشرح لكم من كتاخذوا الماده باش تخدموا بالماده يعني هاد الجلالب اللي كيكونوا جلالب مخزانيين جلابه اللي كتكون مخزانيه او جلابه جبليه من الاحسن تعبروا ليها الماده ما كتعبروش لكم بوحدو الكتاب بوحدها. وهذا هو اللي تعلمنا يعني مع الصناعيه الاولين يعني كانت يعبر الماده قليل اللي تيعبر الطول لكم بوحدو والكتاب بوحدو. علاش كانوا كيعبروا الماده بزاف؟ لان كانت هاد الصاله او الخدمه ديال المخزاني وديال الجبلي هي اللي كانت بزاف في هذاك الوقت. دابا مع ملي ولا هذا الشيء ديال الايفازي ودخلت العصرانه في الجلابه التقليديه ولاو كيعبروا يعني الكتاب بحدهم والكمام بحدهم. لكن حنا اول حاجه تعلمنا كنعبروا بالماده. الماده ما عمرك ما كتطيح في شي مشكل كيزدي في الكتاف كينقصتي فيهم كيزدي في الكم كينقصتي فيه كتبقى الماده هي كيبقى القياس هو ما كيتغير ما كيتزاد ما كيتنقص. المهم من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم واحد النقطه يعني قصيره غير باش تعرفوا كيفاش تاخذوا الماده. هنا قلنا يعني غنخلو 23 سنتيم ديال الكتاف احنا خلينا 32 سنتيم ديال الكتاف هي خليناها وحطينا 80 ديالنا وزدنا جوج سنتيم يعني سنتيم غيمشي هنا وسنتيم غادي يمشي هنا. دابا غادي نسطروا الخط ديال التركيز ديالكم ديما نسطروا مسطره مثلث ديال اللي كتحط لينا يعني زاويه قائمه كيجينا الخط عوج ديما نديروا مسطره باش يمشي مقاده مع هادي باش يمشي مقاده من وهذا. هنا كنخلو 7 سنتيم ماشي بحال لكم العادي كنخلو فيه يعني 12 سنتيم هذا كنخلو غير 7 سنتيم وكنطلعو بواحد الخط خط ماشي طال الفوق وين نطلعو بيه طال الفوق تنطلعو بيه معندناش اشكال لكن انا غنطلع غير حتى النص تقريبا باش نقلب على القياس ديال التركيز ديالي اللي هو 28 هي هادي هاهي لقيتها هنا يعني علاش خليت هاد السطر حتى لهنا باش إلا كانت 28 مثلا هنا غيبقى ديما مساعدني هاد السطر غنحط فيه النقطة ديال القياس اللي عندي في التركيز هنا 28 عطاتني هنا يعني غادي نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة اللي لقيت فيها القياس ديال التركيز هو هادا بحال هكا. وغادي نمشو لكم غنمشو ليه نلاقو النقطة تاع التركيز مع النقطة ديال راسكم أو الدورة ديالكم. هنا شفتوني ما دخلتش ما حتى شي حاجة تيبقى لكم عادي صالة مخزانية عادية ما كندخلوش على هادشي ديال الإيفازي ديال دابا لان في الصاله المخزانيه دخلت عليها العصرانه ما تبقاش في الصاله المخزانيه. هنا كنقطعو هذا ديما نعاونو بايدينا لان الطوب غليظ كيما كنضغطو على المقص بايدينا. وهذا الكم ديالنا كنقطعو ديما كنكراني انا الوسط ديال كراني الوسط ديال الكم دائما الوسط تاع الكم الوسط ديال التقويره ديال الظهر وكنكراني الجيوب الفتاحي كلشي كنكرانيه بالمقص لان لا تراسيتو غير بلاكري كي تمحى داك لاكري مع السورجي مع الخدمه
ما كتبقاش تبان لك، ما كيبقاش يبان لك القياس ديالك، ضروري تنكرانه بالمقص، ولكن تكون كرانه غير واحد نص سنتيم تقريبا، ما تكونش كرانه كبيره بزاف. يعني باش خا كتسور جهه كتبقى هي هي، كتبقى الرشمه دايما. هنا كنقادو هذا الخط، كنقادو الخط يعني ديال الوجه ديال القب. القب العادي كنخلو فيه 40 سنتيم، هذا غادي نخلو فيه 42 سنتيم باش يجي طايح شويه على الكتاف. 42 سنتيم، هنا كنخلو 32 سنتيم، العكس الجلابه عاديه كنخلو فيها 30، هذه ديما كنزيدو جوج سنتيم. هنا كنهبطو حتى هي 32 سنتيم، كنسطر واحد السطر هنا، كنعبرو 42 سنتيم، كنسطر هاد السطر هو هاد السطر تكون فيه 25 سنتيم، ها هي 25، كنطلعو بعشرة سنتيم، ها هي، كنسطر واحد السطر آخر بحال هكا. يعني الصالة ديال القب راه صارت القب عادية، راه حنا ديما كنشرحو ليكم هاد الصالة ديال القب. دائما كنشرحوا هذه الصالة ديال القب. هنا كنخلو 9 سنتيم، 9 سنتيم، وهاد المسافة اللي كتبقى هنا كنقسموها على جوج، كنهبطو هنا بسنتيم وكنطلعو هنا بسنتيم باش كتجينا هاد الدورة بحال هكا بحال هكا. شوفو هنا شحال جاتنا، هي هاديك القب هو هداك. هنا كنخلو لي السميطات ديال القب 10 سنتيم ولا 11 سنتيم على حساب، على حساب الجلابة. إذا كانت جلابة وحدها، إذا كانت مع القفطان راه كيكون السماطي طوال لأن الكول كيكون كبير باش كيبان القفطان من التحت. إذا كانت جلابة غير عادية السبطات كتبقى فيهم 10 حتى 11 سنتيم. هنا في العرض ديالهم راه الا كانت سفيفه راه كنخلو ديك 5 سنتيم، 4 سنتيم، حتى 6 سنتيم، وملي كنخدمو كنقطعو ديك الزياده لي شارط. بالنسبه ل الا كان عندها الزواق راه كنخلو ليها اكثر، نخلو جهد الزواق، لان هاد السميطات ما كيبقاوش هما، يعني كيتغيروا على حساب الخدمه اللي عند الجلابه. الخدمه اللي غنخدمو بها الجلابه كتغير هاد السمطات. نقطعو هاد، ملي غادي نخدمو ان شاء الله هاد الجلابه غادي نوريكم الخدمه ديالها كامله من الالف حتى الياء. يعني الطريقه ديال القياس ديال الماده، خدمه هاد البلاصه هادي، هاد النص ديال الكتف، واحد العظمه ديال الكتف كتكون هنا، كنعبرو من هنا وكنمشيو حتى الطول ديال الكم الكلي، يعني هنا الطول ديال الكم الكلي حتى اخر نقطه ديال الكم. حتى لهنا كتنتهي الحلقه ديالنا، وكنتمنى يروق الاعجاب ديالكم هاد الشرح هذا وتستافدوا منه بزاف، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء وتابوناو معنا بالقناه. ولا بقيتو حتى لهاد تبعتوا الفيديو حتى لهنا، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو بزاف.